والله يعني ننتقل هسه حاليا الى اكزامبل، الى وحده من الابلكيشن الخاصه بال 8254، وهذا الاكزامبل يتضمن بروسيجر زائد هاردوير اللي هو يبرمج ال 8254 تو فانكشن حسب ما الفيجر 11-41. الفيجر 11-41 طلاب، هذا هو الفيجر 11-41 اللي شو يقول؟ يقول راح استعمل ال 8254 على input frequency 8 ميجا هرتز so that it generate 100 كيلو square wave، يريد يولد على الكاونتر الاول 100 control signal. شنو نوعها؟ square wave. شنو ترددها؟ 100 كيلو، ويولد اخرى كنترول سيجنال اخرى اللي هي كونتينيوس كونتينيوس بولس، هي وين 200 كيلو هرتز على الاوت واحد. اذا ايش قد راح يستعمل هنا؟ كم كاونتر راح يستخدم؟ تو كاونتر الاول والكاونتر الثاني. زين، اريد اسال سؤال. هو اعطاك معلومات الاتيه، اعطاك التردد مال السيستم، مو تمام؟ مو اي تمام. اعطاك تردد الكنترول سيجنال الطالعه مال السكوير ويف والتردد مال كونتينوس. اقدر من خلال هاي المعطيات اطلع النمبر اوف كاونت، عدد العدات؟ هو مو يعتمد على المود، يعني اقدر اقسمه. ورود موجوده؟ ورود مسلم، العفو حسن، ورود مسلم. دكتور يمكن النت ما فصل لان هي بلغتني تقريبا قبل 7 دقائق هيك. نعم زين. نبأ ضياء موجوده؟ ملاك عقيل موجوده؟ مريم محمد صادق؟ محمد بهدي وينه اليوم؟ شو ماكو؟ ما عندك موجود؟ لا شاركت كم مرة طلاب، يعني لو أريد أقرأ الأسماء البقية، يعني متأكد ثلث الطلاب إذا مو أكثر من ثلث حاليا فاتح الشسو مالته وطالع على صفحة ينتظر المحاضرة تسجل ويحضر بعدين بيها. أوكي نعم محمد بهدي. دكتور هي فكرة ببالي ما أدري إذا صح ولا لا، بس يعني نعم. الفكرة إنه باعتبار الهاي 100 وهاي 200 هذا الأوتبوت، يعني التوتال أقسم على اللي هو مال الكبوسر الثمانية، فمية على ثمانية ويطلع لي النمبر اوف كاونتس. ممتاز. يعني اذا عندك، اذا تريد تطلع عدد العدات، ايش عندك انت هنا سكوير ويف؟ ايش قد تردد مالتها؟ 100 كيلو. 100. والانبوت مالتك ايش قد؟ 8 ميجا. زين، اقسم الانبوت على الاوتبوت ولا الاوتبوت على الانبوت؟ الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت على الانبوت قسمها والله. ايش تطلع لك؟ خلينا نشوف. ترى دير بالك تبدا تقسمها فريكونسي مو تايم، يعني بالمقلوب. الانبوت على الاوتبوت. ضيف يقول الانبوت على الاوتبوت، ليش ضيف؟ ضيف يقسم لي عدد مونيتش، يلا قسم. اي صح دكتور، لان هاي ميجا وهاي كيلو، فالافضل انه الانبوت على الاوتبوت. صح جيد. جو 80 ال 80 ب 40. زين، شلون طلعت 80 الفوق؟ هو بالتقسيم الفوق 80 او اضرب 80 في 100 كيلو هرتز راح تطلع 8 ميجا هرتز، والجو نفس الشيء. يعني قصدك 8 ميجا هرتز، 8 في 10 قوة 6 على 100 في 10 قوة 3، ففوق عندك 10 قوة 6 والجو عندك 10 قوة 5، الخمسة راحت بالتقسيم والهرتزية راحت بوقت ابسوليوت فاليو، شيت قيمتها 8 في 10 اللي هي 8. تمام؟ صحيح تمام. والجو هم سووا لي اياها نفس الشيء. احسن 40 مقبول 40 بالنص. بالضبط 40. اذا اجي اني هسه هنا ببساطه اكتب هذه الخطوات مال السوفت وير مالتها اللي هي تتم بالطريقه الاتيه. اول عمليه طلاب ادفع المحتويات مال الاي اكس والدي اكس، لانه انت بالسوفت وير مالتك دا تكتب والاي اكس راح تستعمله والدي اكس تحتاج الاي اكس تحتاج الدي اكس، فاذا احتاجيتهم اثنيناتهم عليك ان شنو طلاب؟ ان تدفع محتوياتهم بالستاك وتبدي تاخذ، تروح للدي اكس شو تخلي؟ 706. شنو 706؟ كنترول وورد. من 700 ل 706. الاي لوج تخلينا به هنا؟ 011.
صفر واحد واحد صفر صفر. خلي نشوفه. الصفر الأولى باينري. تمام؟ نعم. زين. الواحد واحد صفر شنو هاي؟ مضاف هذا. هذا المود. مود ثلاثة. والواحد واحد هاي مال ريد والصفر صفر هي مال شو يسموها؟ الكاونتر. مال كاونتر. ممتاز حسن. اللي هو هذا الكاونتر. يعني هنا سكوير ويف راح تتولد على هذا الكاونتر خلاص. أوت انتهت هاي القضية. هذا شنو؟ initialization مالت من مال الكاونتر. زين سوي لي initialization الكاونتر الثاني. هاي شلون؟ هاي صفر. هسه ما نحتاج مود ثلاثة، نحتاج مود ما شفنا مال سكوير. يعني هو مود اثنين. continue. اي نعم continue. صفر واحد صفر. ونفس ما قال حسن واحد واحد مال الريد. والواحد صفر شنو هذا؟ هذا كاونتر واحد مال كاونتر. نزعل دي اكس محتوياته. اذا هيئته باثنيناتهم. نيكست انتقل بالكنترول مالتي الى وين؟ الى بورت السبعة على السبعة. اجي احمل ايش قد؟ 80. اذا انتقلت على 700 يعني معناها على هذا الكاونتر. ايه سبتها من الميت كيلو. ثمانية يعني وين انتقلت؟ هنا هذا الكاونتر الاول اللي هو الكاونتر الاول اللي هو السكوير سكوير ويف. زين اللي ولد سكوير ويف نجي هنا الى شو نسوي هنا؟ ننقل الكنترول الى ننقل العداد ونبعث العداد زين. هو الايلو 80 شنو هاي الاكسكلوسيف اور للايلو يا الايلو حتى اصفره هنا انا بدي اصفره حتى شنو ورا ما يخلص اصفره اصفر اي نعم دكتور ورا ما يخلص ممتاز جدا ممتاز زين نيكست وين اخذ الكنترول اشرح لي الكاونتر اللي بعده اخلي انه باخذ 40 واحمل من ثم اصفر زين ترجع لي القيم الاصليه مالت الدي اكس والاي اكس رجع على السيستم نسوي بوب وارجع للمين بروجرام مالتك وارجع للمين بروجرام مالتك تمام 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 الدكتور اذا ممكن تقدر تعيد شغله بسيطه ايش اسمه هذا اذا روح على الشاشه على اليسار شوي على اليسار يعني قصدك هنا للفيجر اي اي هاي ما شو اسمه مال مال مود وال يعني هاي هنا لا 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 بالبرنامج بس شوي صعب قصدك هنا يعني بالبدايه زين زين لا دكتور قصد على البرنامج هذا الفوق والبرنامج انت اشتري من البرنامج بدايته يعني نهايته اي هاي مال شو اسمه موب مال باينري الموب باينري هاي الشغله ما لا ما هاي 76 دوه هاي كنترول الكنترول جت خليت البت ستريم مالتها هاي البت ستريم مالتها هذا الصفر شنو باينري هذا باينري او بي زين هذا شنو 1 1 0 مود اوكي تمام مود 3 زين الواحد واحد ريد رايت هذا خل اعيد لك اياه اللي هو اختار ليست والوراه يجي الموست ليست والموست مباشره عفوا الليست والموست مباشره اللي هي هاي هنا تعرفوا هنا هذا وياه ضيف شوف هنا شو خلينا هنا صفر الموست خلينا واحد واحد صفر الريد والرايت ايش خلينا واحد واحد والكاونتر اول واحد بينه هو صفر ليش؟ لأن كاونتر زيرو. تمام. واضحة؟ أوه. أعتقد جدا واضحة ما بيفيد مشكلة. لا ما. ودزينا على فور مود ثري زين. جينا بعدين نفس الطريقة شهيئنا بس يا مود. كنترول سيجنال شو الفرق مالتها؟ اختلفت من الكاونتر قد صار رقمه 1-0 يعني الكاونتر الثاني وبنفس الوقت يا المود اختلف قد صار؟ صار مود 3 مود لا مود 2 مود 2 هذا نحكي الثاني مود 2 مود 2 هاي خلص حمل النمبر اوف كاونت حملناها وابعث حمل النمبر اوف كاونت وابعث وصفر بعثت صفر دكتور انا بس ما دا افهم يعني ايش دا نصفر انصف يعني ولدت الكنترول سيجنال على على 80 عده هو راسا راح يولد لك اياها فلازم يحتاج تصفير اسوي
اكسكلوسيف اور لاي لو كونتنت وهي نفسها وارجعها وابعثها على الدي اكس. يعني اسوي له تصفير حتى من اهم المواد يعني جديده بعد بالضبط. هو فارغ بالضبط تبدي بالضبط. من الجديد يعني انت جيت حمل العفو احنا شنو معناه حملت على 80 عده وحملت على 40 عده السكوير او الكونتينيوس سيجنال. واضحه طلاب اللي هنايه؟ تمام اعتقد يعني كلش واضحه تمام يعني مو الاعتقاد وانما هم يعني 100%. زين شوفوا لنا هذا السؤال طلاب. سؤال for the 8254 time application suppose that الانبوت فريكوانسي از ايكوال تو شقد؟ 1.1 9 3 1 1. ماشي هذا الانبوت فريكوانسي يعني الكلوك مال السيستم. اند the number of count for generating the output time signal t high greater than the output timer low t low by 1. يعني هذا ايش اسمه يعني صاحب وحده عدد فقدي هذا فاذا نقسم الاول يصير اكثر من ثاني. زين هسه قال لك انا هيك سؤال what is the mode شجاوب of the signal mode 3 مفروض mode 3 اللي قدام ممتاز اسراء مو صعب؟ نعم دكتور اي زين. نعم mode 3 if the time high is equal to هالقد التايم هاي ايش قد قيمته 6704 what is the number of count required for generating this output signal شيل هنا عدد النمبر اوف كاونت ايش بعطيكوا هنا سو منطيني مطين الفريكونسي لوحده يعني هنا على الميجا هرتز نقدر نطلع ايش قد هنا ننقص التايم الكلي نطلع التيلو وراها نجمعهن ونقسمهن راح يطلع عدد الكاونت. زين عندي فكره بسيطه لكم هسه انا هاي البلس نقدر نعرف البلس العفو بس لو تسمحوا لي هذا شنو فريكونسي انمو فريكونسي انبوت اي المفروض هو نقدر نقول نسوي واحد على هذا الرقم حيث حنقدر نصلع التايم ان جيد طلعت التايم ان تمام واصلا احنا عندنا التايم هاي هو اكبر من التايم بس العفو اذا قسمنا التايم هاي على التايم ان شن طيق يعطينا عدد يعطينا نمبر اوف كاونت عدد الكاونت عدد الكاونت كلهن لو بس مالت الهاي بس مالت الهاي بس مالت الهاي اذا لقينا العدد مالت التايم مال الهاي العفو العدد مال الكلوك مال الهاي مثلا طلع مثلا طلع 8 ايش قد نتوقع انه التايم لو ناقص 1 ف7 ليش انا قايل لك بالسؤال شنو هذا المود تقول لي هذا المود 3 ولكن اذا قايل لك يابا ترى هذا اكثر منها بواحد اذا 100% حتى اذا ما اذكر لك هاي الفقره شلون تسوي هاي ايفن احنا مو قلنا اود يعني شلون اسمه تمام حتى اذا ما قلت لك هاي الفقره يعني بس هاي الفقره لازم انت من تعرف انه مود 3 من عرفت انه مود 3 مباشره يعني طلعت هاي التايم هاي 8 دي قدام تقول التايم لو ايش قد قيمتها 7 7 يعني ناقص 1 زين عفوا بس يعني سؤال هنا احنا مو قلنا ايش اسمه التايم هاي المفروض يكون عدد اود المفروض يعني لا دقيق اي بس بحري التايم هاي قلت لك دائما ما قلت لك اود يا اخي لا اقصد يعني ايش اسمه يكون الهاي اكثر من بواحد اي شو المشكله؟ إيه. الهاي يكون اكثر من واحد المفروض يعني مثلا لو عندنا 15 ها اوكي تمام تمام دكتور نقدر نقول زينب بغير طريقه طيب اوكي هنا مكان ما ايش اسمه نقدر مثلا نخلي واحد على اللي شو اسمه التايم هذا كله زين ونطلع بالفريكونسي وهم نقدر على مجدد. العفو شلون الطريقه؟ شلون؟ هنا مثلا نقدر هذا 6704 اللي هو نانو سكند زين تايم هاي اوكي راح نحاوله بالفريكونسي اها زين وهم من جديد راح نقسم شو اسمه الفريكونسي هذا على الفريكونسي هذا اوكي هذا طبعا راح يطلع شو اسمه نفس الشيء نفس الشيء لا ما تقسم الفريكونسي هذا تقسم الفريكونسي انبوت بالعكس بالتايم ضع انتبه لا نبهني فت ملاحظه ضيف طلاب انتبه عليه بالتايم باعتباره مقلوب تقسم التايم اوت على التايم ان بالفريكونسي تقسم فريكونسي فريكونسي ان على فريكونسي اوت واضحه طلاب اي صح لان حيطلبون واضحه تمام
تمام دكتور، اعتقد واضحه ما بيفيد مشكله. زين اكو طريقه للحل اخرى بعد الها؟ يعني حتى نطلع التايم هاي قصدك؟ هاي ماكو هذا الحل مالته. مود 3 مجاوبه اني ليش؟ قايل له التايم هاي اكبر من تايلو باي واحد. زين التايم ان هو شنو؟ واحد على حسب على فريكوانسي. منطقي الفريكوانسي ايش طلعت هنا؟ 883. هذا شنو؟ تايم ان. اقسم التايم هاي على التايم على التايم ان شو مطيني؟ number of count اها 4T هاي اللي هو انا ايش كاتبها؟ NH يعني N عدد عدد مالك الهاي نمبر للهاي جيد. 6704 شنو هاي التايم هاي؟ اي اللي هو منطقها بالسؤال على 838 ال تي ان طلع لنا 8 ال تي هاي اللي يكتب وحدات هنا يزعلني عليه شان؟ اللي يكتب وحدات هنا صفر 8 ازعل عليه لان اذا قسم تايم على تايم الوحده تروح سكند باي سكند او فريكونسي على فريكونسي هرتز وهرتز تروح ويبقى على الثابت ابسوليت تمام. اذا 8 راسا اقول له يابا بما ان التايم هاي اكبر من التايم لو انا اجيب 8 اذا انا الف 7 تريد تقول هيك شيء مو مشكله. اكو عندي علاقه ثانيه اقسم التايم لو على التايم ان اي بس انا ما عندي التايم لو اي خليه ما عندي مو مشكله التايم لو ما عندي بس وياي التايم لو ما عندي والتايم ان عندي بس النمبر اوف كاونت عندي مو طلعت هياته بلي صحيح. اذا اضرب هذا العدد بالتايم ان شو طلع؟ نطلع التايم لو طلعت التايم لو. زين التوتال تايم شو راح يسوي لنا؟ اجمعهم هاي ولا خلاص اقلبهم يطلع لنا الفريكوانسي فريكوانسي مال الاوتبوت سيجنال لانه من يطلب مني ماك اريد التردد مالتها انت ورا ما تطلع التايم تقلب التردد تحصل على يعني طلعت حوالي 80 ميجا هرتز التردد مال الفريكوانسي اوت. واضحه طلاب؟ ايوه استاذ انا بالي فكره انه نسوي التي توتال يعني الكامله نجمع التلو ويا التايم هاي بس التايم لو يعني صفنت ما عرفت منين اجيبها يعني بدأ فيها بس قصد شنو يعني انا جت ببالي هاي الفكره انه لا. انه نجمع التايم لو ويا التايم هاي وبعدين نطلع الفريكونسي بس اللي ظليت صافنه بها التايم لو منين اجيبها ما مشكله حتى انت حتى اذا ما تطبقين هاي هاي العمليه كيفك هاي عفيها عفيها تعالي هاي المعادله تايم اوت عدك؟ وين عدك؟ لا ما عندي اذا راح تطفين اذا لازم تحتاجين شنو تحصلين على التايم لو التايم لو شو تحصليها؟ نتي ان في الان او حصلت التي لو والتايم هاي عندك بدي قدام للبدايه اجمع مثلا هذا بطلع التايم اوت واقلبها احصل الفريكونسي. واضحه طلاب هاي الاكستنشن مال السؤال؟ ايوه اعتقد جدا واضح ما بيفيد مشكله تمام طلاب؟ زين هسه خلينا نجي الى هذا السؤال هذا هنا program counter 0 of the 8254 timer and write the required software for generating signal in mode 4 بيا مود مود 4 consider that the counter 0 is loaded by 64 reloading the same number of count على الكاونتر ايش قد 2 الكاونتر الثاني to generate different signal in mode 2 for generating the G input signal هنا للحصول على G input signal try to use 8254 this purpose. شلون؟ شو اسمه هو حنجيب 8254 نجيب 8255 ونربطهم سويا نربطهم هو ما محدد بنستخدم 16 نعم اتوقع اليوم شو يسموها المود 4 بيترجر
هو ربطيته حتى يولد تريجر سوفت وير. يعني ال 8255 يقول لك يعني هو هنا بهذا السؤال for generating the G input اولا ايش عنده هو هنا شدي يولد مود 4 ومود 2 مود 2 يراد له جي صح؟ نعم. ومود ومود 4 اللي هو سنجل بولس ايضا يراد له جي بس الجي مالته بما انه سوفت وير فنحتاج الربطه منه حتى احنا نولدها. هي بغض النظر عن هاي هو ايش قايل لك بالسؤال for generating the G input signal try to use 8255 for this purpose. استعمل 8255 يعني معناها لازم تتدخل يعني 8255 عن طريقه اندز واحد هنا واندز واحد هنا صح؟ اي نعم صح. زين واحد راح يجي يقول لي بالكونتينيوس معقوله انت قلت لنا سيريز اوف كونتينيوس بولسز مود تو قلت هاي الجي مالتها قيمتها واحد فاذا هاردوير شو نضيف لها اذا هاردويريا مقاومه بي سي سي هنا قايل لك 8255 ما يخالف اجيب له زين وهذا قايل هم يتولد من 8255 اجيبه من هاي بس اكو شغله لا تنسوها طلاب ترى المود العفو خليني ارجع لكم اياها وينه شوف طلاب هاي عفوا مود 4 شوف مود 4 شو يقول هنا allow allows يسمح the counter to produce لتوليد single pulse مثل ما اتفقنا بالoutput if the counter is programmed مثال على 10 الاوتبوت از هاي فور 10 كلوك بيريودز اند لو فور 1 كلوك بيريود مثل ما اتفقنا احنا حياتهم مود 4 حملنا ايش قد 8 ايش قد راح تكون التايم مالت هذا 9 فهو يقول لك اذا تحملت 10 ايش قد التوتال مالت راح يكون 10 زائد 1 11 هنا بس هنا ذا سايكل داز نوت بيجين انتل ذا كاونتر از لود طبعا يقول لك هذا ولد هنا وانتهى ولد هنا وانتهى يا اما هنا اكرر الكاونتر ويحسب بعطي 3.5 يعني معناها سنجل بولس اخرى يا اما شنو the cycle does not begin until the counter is loaded with it is complete count this mode operates as a software trigger one shot تمام قلنا هاي صحيحه فقره مود 4 قلنا بس اول تريجر واشتغل ولد هاي السيجنال ووقف زين بس اكو فقره اضافيه as with mode 2 and 3 this mode also اذا اكو بي اوبشن اخر ايش بي يشتغل على جي كان واحد also uses the g input to enable the counter the g input must be or should be واحد for the counter to generate for these three modes يعني شو يقول لك as with mode 2 and 3 خلنا اشرحها يعني شنو معناها اذا ما يشتغل بالتريجر تقدر تشغله حاله حال مود ايش قد 2 and 3 مود 2 and 3 اللي هو تعطيه جي واحد وانتهى الموضوع بالضبط واضحه اعتقد جدا واضحه the g input should be logic 1 for the counter to operate for these three مودز يعني من 3 مودز مود 2 و 3 ومود 4 واضح طلاب؟ مثلا المودات كلهم يشتغل باينو يعني هو يعني يشتغل بسوفت وير تريجر ويشتغل ايضا بمن بهارد وير تريجر حاله حال مود 2 ومود 3 يعني اذا شفتك يعني اذا شفتك بالامتحان هنا قلت لك يا ابو ولد لي هنا سكوير وكونتينيوس وقلت لك هنا ولد لي شنو؟ سنجل بلس سنجل بلس اللي هي من هو يا مود من اقول لك سنجل بلس يا مود اي 5 مود 6 لا لا شلون تفرز بين مود 5 مود 4 ال 4 واحد كونتينوس لا لا مش بس واحد هو سنجل بلس احنا قلنا مود 4 ومود 5 مشابهين
الفور اي بس واحد جي والفور ماضي. ممتاز. اذا لازم بالسؤال اقول لك جنريت سنجل اوتبوت سيجنال ذات ريتريجبل او جنريت ريتريجبل سنجل كونتينوس سوري سنجل بلس ات ذا اوتبوت جنريت مود 5 لكن اقول لك جنريت سنجل بلس ات ذا اوتبوت هذا 4 مود 4 بدون ما اقول لك شو اسمه ريتريجبل سيجنالز هذا الفرق بيناتهم. واضح طلاب؟ واضح. زين بامكانك الجي مالتها اما تولدها سوفت وير او تروح تربطها لحالها حال ذنه تجيب منها انشورت وتشورتها وياها. واضح طلاب؟ تمام. واضحه؟ اعتقد جدا واضحه ما في مشكله. واضح. زين خلينا نرجع للكيس ستدي مالتنا. هنا بالسؤال ايش قال؟ قال for generating the G input signal try to use 8255 for this purpose. إذن هو قال لك استعمل ال 8255 على مود تولد ال G input سواء كان للسنجل بلس أو للسيريز أوف كونتينيوس بلس. فهنا نحتاج جي اثنيناتهم يعني هاردوير فنربطها اثنيناتهم بالفيزيكس. بل تربطها ويا من؟ إذا تريد تربط بس هنا يعني أوكي لو ما قايل لك استعمل ال 8255 أنت رأسا تربط VCC إلى وانتهى الموضوع. صحيح؟ اي نعم صحيح. اعتقد ما في مشكله لكن جبرك ايش قال لك هنا استعمل ال 8255 على منطقه تريجر. تمام؟ اي تمام دكتور. خلاص اذا نجي هسه هنا تشيب سلكت كويشن تعرفون شلون طلعوها ماكو داعي يعني ندخل بتفاصيلها سواء كانت تشيب سلكت الاول او تشيب سلكت الثاني. ليش هذا الى واحد وهذا الى وحده اخرى طلاب؟ اللي ينفيش محاضرة قلناها حتى لا يخربطون بينا فني واحد يشتغل بال 80 وواحد يشتغل بال 70 فالمطافر ما بينهم كل واحد يشتغل بأدرس كل واحد يشتغل بأدرس فا اوكي اكل اعطيه ميموري اي او ميموري ار اي اعطيها هذا الاي نوت مع اي نوت مشتركه 3 4 5 6 7 9 الى وين الى ال 15 العفو الى 13 14 هنا 15 المفروض واحد وين صارت هاي موجود 15 وهنا 9 10 11 12 13 14 و 15 وتدخل وياها الميموري اور اي او ولا تنسى الاي نوت وياها هاي الاي نوت وياها هاي المعادلات مال الشيب سيلكت اكويجن وياها. واضحه طلاب؟ واضحه. انا اعرف يعني يمكن ايش اسمه اللي راح اقوله غلط بس يعني هي جت ببالي انه مثلا ال 8255 نط واحد يعني من اوتبوت فهو راح يعطينا 5 فولت ونقبطه قبل على ايش اسمه كجي. نعم 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 العفو ايش اسمه مثلا البوك بي بوك اي يسوي كاوتبوت زين وهو الاوتبوت يعني يعطينا خلي دائما هو ظل اوتبوت فهو يعطينا 5 فولت وال5 فولت ينطي لي جي. انت انا قلت لك اذا جتك بالسؤال ما قايل لك هاي الفقره 8255 ايش راح اسوي انت هنا؟ تربط الفي سي سي وانتهى الموضوع. في سي سي مقاومه شورت وانتهى الموضوع. لا والله قال لك 8255 اذا ملزم تربط 8255 وتشغله على الديفايس مالتك. اعتقد واضح. اوكي زين بس بقى شغله اريد واحد يقول لي هاي صح لو غلط الشيب سيلكت اكويجن يمكن بيها فد شيء غلط او صح ما ادري يعني العفو اي شيب سيلكت نوت هذا اللي هو توليد ال 8254 اللي هو الادرس مالته 700 الى 700 اللي نفسه مال السؤال تقريبا. بسرعه يلا نعم بسرعه يعني شنو غلط انا ما فهمت يعني شنو غلط بالمعادله غلط بالمعادله اكو وحده درب اي اي دكتور الاي 15 ل 14 لازم كل النهاية لازم كل النهاية هذني شيب سلكت نوت هذا مالت من قلنا مالت الهاي العده ايش قد 700 0 0 ايش قد هنا 15 14 1 1 لا لا العفو مو هاي 0 0 7 0 علي علي فهد اوكي اوكي لا تخربط يعني تاخذك شو اسمه هذا كانما 0070 2070 وياي 1 0 اربع مراتب يعني فهنا 15 0000 هاي صحيحه هاي مضبوطه زين 7
مضبوطة هاي ايه صفر ثلاثة واحد صفر مضبوطة واحد اثنين ثلاثة أربعة زين نيكست سبعة ستة خمسة أربعة صفر صحيح مضبوطة هاي صحيح ناقص صفر بسرعة واحد جاوبي بسرعة أسريع الأخير استاذ هذا العلم الآي أو الأيو هاي لا صحيح هذا شنو ميموري أور آي أو إحنا ما أخذنا أي وان وآي تو ليش كاتب هي الأيو المفروض ما نكتبها يعني هاي إيش قد تصير المفروض نشيلها أصلا هاي نود أي نود أي نود حسن جلال هو جاوب تمام حسن أي نعم دكتور أسريع على واحد يبوع عليها إذا حسن يقول بس هاي سووها نوت سوري فور ذس يعني ما ادري هاي هنا من بينه نفس الطريقه شيب سلكت واحد هذا ايش قلت مالكم علاقه 0 8 0 0 0 8 0 1 0 8 0 2 0 0 0 3 هنا ايش قلت وين استاذ وين ديتشن نشوف بس هنا الاي او بورت خلوا لي اياها بالشكل الاتي هاي 8 0 0 اوكي هاي 2 2 اوكي هاي 4 وهاي 6 هاي مش اصلح اصحح ارجع لكم اياها لو واضحه قدامكم ما صححيها استاذ ما في مشكله اذا ايش قد صارت هاي ليش صححتها 8 0 بقيتها 2 4 6 علي ابراهيم ليش صححتها علي نعم اخذين الايمن ولا الايتو ايوان لانه الايتو 55 انا ايش رابطه هنا رابط اي نوت ايوان رابط عليها ايوان ايتو وجاي هنا مخلي الاي نوت هياته اذا ماست شود بي اخلي هاي 8 0 0 8 0 2 8 0 4 و 8 0 6 تمام هاي الاكويشن اعتقد ما بيفيد مشكله تجي هنا اول عمليه تتعرف الايتو 54 اي او بورتس كنترول 0 والكنترول الثاني والكوماند الاول 0 7 0 7 4 7 6 اي 254 ليش هيجي 7 2 كاونتر الكاونتر الاول ما اخذنا اخذنا 0 و2 7 0 و7 4 و7 6 ما اخذناه تمام مثل ما قال اذا الكاونتر الصفر والكاونتر الثاني والكوماند مالتك اللي هو 706 طلاب بس ما قلت لكم رجاء هاي حاولوا يعني انا راح اغيرها امسحها وارجع لكم اياها هاي الصفر 2 4 وايش قد و6 اوكي الدكتور قال بسبب انه اكو صار تشبيه انه الاي نوت ما مربوط على الاي نوت قبل والاي وان ما مربوط على الاي وان يعني لو رابط هذا هنا لا هو باي ذا واي هم ما يصير لأن الثانية هو يبدأ بواحد واحد ثلاثة خمسة سبعة يصير واحد ثلاثة خمسة سبعة إذا ربطت الفردي مالته وياي إذا ربطت مثلاً أي نوت على أي نوت والأيوان يعني على أي يعني إذا ربطت أي نوت أيوان أي نوت أيوان هنا راح يصير تبدي منين من هنا عندك هنا راح نبدي من اللي شوف من الأيتو من الأيتو يعني أي نوت أيوان إذا أيتو أي ثري وتطلع البقية الادرس لاين واضحه طلاب هسه هذه تمام اذا بس لا تنسوا لي هاي 8 0 8 0 هذه مشيها مثل هذا 0 1 والكوماند مالتك يعني 0 2 4 6 تغير هاي شقد شقد بورت اي صحيح 0 بورت بي شقد يصير اثنين وهذا يصير ستة لأن كل ناس عملناه فهمنا يعني هاي اثنين وهاي الستة نسوي بوشينج نجي هسه هنا مطيني بالسؤال 80 تمام؟ هاي 8255 بدنا نصبهم هسه هاي بس متردي سوى تردي initialization سوى تنا 8255 80 80 لان بورت اي وبورت بي في اوتبوت ليش؟ لان هذا استعملناها بورت اي وبورت بي برمجناها كاوتبوت فدا ندز على من يمها 8255 جهزنا انتهى الموضوع اجى هنا اكتيفيت جي نوت واحد لل 8255 بورت اي شلون؟ نعطيه 0 1 من هيلو ونعطيه اوتبوت للدي اف ودز اذا اني منها هاش جو وش ولدت هنا؟ هنا ولدت الجي 1 الكاونتر الاول الطيران انشغلت
اها اذا الجي نوت اعطيتها واحد ولدتها باعتماد على ال 8255 وليس الاعتماد الهاردويري اللي هو الفي سي سي مربوط ببول اب ريزيستنس. تمام حسب متطلبات السؤال. ممتاز. موف على الايلو 38 شنو هاي ال 38 اللي هي 00 اللي اول كاونتر كاونتر 011 هذول مال ريد ورايت وال والموت 4 اللي هي 1000 اي انا مترجمها هنايا ومحولها الى هكسا 38 مناقلها هنا جيت على نقلت السيطره للكوماند الاول. الكوماند الاول من هو هذا من هذا العفو الكوماند الاول مال 8254 ابعث عليه النمبر اوف العفو ابعث عليه السيتنج بعدين شبعث عليه اعطي القيمه اللود اللي اريد احطها الكاونتر مالته ايش قد هو الكاونتر مالته موف عليه 64 بالديسيمال انت تحولها للهكسا از يو لايك انت شلون يعجبك بس هي 64 بالديسيمال موف بدي اكس لانه الاسامبلي يتحمل الباينري يتحمل ديسيمال يتحمل هكسا الى اخره فتكتب لها 64 ديسيمال وتحولها هنا والدز عليها الاول قيمه ثم تسوي اكسكلوسيف اور صفره والى اخره تستمر بالعمليه مالتك سهله اي نعم دكتور. اي نعم واضحه. الجزء الثاني سويته هنا صفر اثنين حتى يصفر الاول ويشغل الثاني. ممتاز جدا صفر اثنين شغلت من ال 8255 نطيت قيمه معاكسه لها بحيث شغلت الجي نوت الاولى صفرتها في حين الجي الثانيه شطيتها لوجيك 1 وبالتالي رجعت هنا نفس الطريقه هيئت الكنترول وورد ورا ما هيئت الكنترول وورد مالته نفس الطريقه بمود 2 يجي شو اسوي الطريقه اللي وراها النمبر اوف كاونت بالسؤال قايل لك ايش قايل لك بالسؤال انقطع الاتصال صعبات مو في المشكله اوكي رجع الاتصال اي ثينك رجع الاتصال سوري الاتصال انقطع بالاتصال بس انا بقيته لانه الكونكشن عندي خطين الفوق اوكي اقوى بس ما مخلي عليه سوري يو بي اس فيعني الاول تجول بس يعني مرات الاشاره وانت ما يلتلك بشكل ملائم اوكي نرجع هنا وين وصلنا طلاب وصلنا بدنا نحط اربعه في التيم دي اذا هيئنا هذا صفرنا الاول طينا كنترول سيجنال جي 2 1 اللي هي هاي هذه جي 2 باها هاي هي جي 2 بين جتي من البورت اي من البن 0 1 تمام اوكي سو ولدتها اجي هنا اللي هي 0 2 موجوده عندي نفس الطريقه ما اغلب حالي شو اسوي سيتنج شنو سيتنج للكنترول وورد على مود الريكويرمنت مال مود 2 كملتها اجيب النمبر اوف كاونت النمبر اوف كاونت هو نفسه بالسؤال شوف هنا كونسيدر ذات ذا كاونتر از لودد باي 64 وبعدين ايش قايل لك هنا فور جنريتنج ذا جي انبوت العفو هنا ريلود ذا سيم نمبر اوف كاونت اذا نفس اذا نحمل على مود تولد المود الثاني قايل لك شنو قال لك نفس الكاونتر نمبر اللي هو ايش قد قيمته 64 بالديسيمال وابعث على الكاونتر منه الثاني اكسكلوسيف اور صفر وانتهى الموضوع زين وراها بعد ايش تسوي خلصنا نطفي ال 8255 ممتاز طفي ليش ما في شغلات لوجيك 1 01 داز اطفي له ثلاثة اطي على 0 0 وسوي بوبينج للكونتنت مال الاي اكس والدي اكس وانتهى الموضوع اجي بعدين للامبورتنت مالتي بالسؤال اذا قال لك ارسم تايمينج ايش ترسم انت هنا ترسم تايمينج للكنترول سيجنالز واضحه طلاب تمام دكتور واضح بس تقدر تصعد لي على شوي اللي فوق بس عندي ملاحظه احنا هنا جديدة. زين لا فوقها شوي دزينا 0 1 حتى نشغل الكاونتر الجي نوت ردزينا 0 2 حتى الجي 2 مو نعم اي فهنا اشتغل عندنا البي اي 1 والبي اي 2 بس انت بالرسم كاتب بي اي نوت وبي اي 1 بس اصعد شوي اللي فوق على الرسم مال الرابط
هذا الرابط اللي جوا شبابط التمرين بورت اي بي اي نوت وبي اي 1 يعني اول احنا دزينا 0.1 ودزينا 0.2 فالمفروض بي اي 1 وبي اي 2 اندزوا يعني احنا دزينا 0.1 بالبدايه اي بس واحد بالكود احنا كتبنا 0.1 سوري سوري يعني هاي شو اسمه هنا وينها العفو هاي تقصد اول وحده صحيحه تمام لا هنا المفروض ندز 0.0 حتى ننزل بورت بي نوت لا لا هو واحد ليش؟ واحد ليش لا 0.1 اي واحد هاي جي نوت جت قيمتها لا 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 انا ما عندي مشكله هاي هسه احنا لما ندز 0.0 للبورت اي ياب كلهن يطفى ياب بنا كله يطفى كله يطفى كله يطفى اوكي تمام لا هاي ماكو مشكله هذا غير تقصد كله يطفى اي هذا كله طفيت هذا يعني 8 بتات كلها صفرتها شو العلاقه بعداني أي هاي نعم دكتور واضح. نرجع للتايمينج دايجرام. شوف لنا يا شلون هذا. تايمينج دايجرام دا ولد تو كنترول سيجنال هي مود 2 ومود 4. بقى خلينا مود 2 أول مرة. مود 2 شنو هذا؟ زهراء زهراء موجودة؟ زهراء محمد عمر. نعم نعم زهراء محمد. نعم استاذ بس سؤال. العفو. المود 2 هذا المود 2 زين احنا قلنا كم عدى بي كم عدى وحده لا لا كم عدى مو 64 عدى نعم اي اي ابغى اقصد يعني الترجر كم النمبر اوف كاونت ايش قد 64 اي 64 زين خلينا نجي للتالي 64 المود 2 شو راح تتولد وان شوت هي غير يعني يصير بالاخير عمل 64 احنا قلنا مود 2 مود 2 كونتينيوس سنجل يعني كونتينيوس بلس كونتينيوس بلس فشو راح توديها هي راح تبقى هاي لحد ما توصل لل 64 يعني التايم هاي مالتك ايش قد 63 بالكلوك ما يعني اذا عندك الكلوك هسه مال السيستم الكلوك مال السيستم هذا نضربه في 63 عده سوري في يعني معني تايم هاي سوري بس العفو 63 يعني ماذا اقصد انا هنا في الكلوك هاي في واحد على الكلوك اي يعني التايم هاي اذا عندي قيمه الكلوك راح اطلع التايم هاي من 63 في واحد على الكلوك او في 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 يعني في تايم مال الكلوك ايش راح ينطيني التايم هاي زين والتايم لو عندي يعني هو مهم من الكلوك نفسه لان هي كلوك وحده كلوك الكلوك نفسه فالتايم لو بس العفو رجاء انا كاتب كلوك بس كماثماتيكالي من تكتبون هذا الاكسبريشن تكتب التايم هاي يساوي 63 في 1 على الكلوك على الكلوك صحيح وهاي التايم لو شو يساوي لي واحد على الكلوك أنا هنا بس أشوفك إنه العرض العفو هنا اللي أقصده عرض البالس هاي العرض البالس هذا يساوي العرض مالت الكلوك يعني أقدر أضيف تي كلوك تي لو يساوينا تي كلوك أو التايم هاي يساوي 63 في تي كلوك يعني حرف تي كابتل هنا تي كلوك او تكتب فيه واحد على الكلوك يعني اعتقد واضح من الجادل بيها بس انا من اقصد دكتور بس ليش ايش اسمه واحد على الكلوك وين هنايا إيه لا تكتب واحد على الكلوك ليش يقول هذا التايم هاي التايم هاي بس قول لي كم بلس هو عندك 64 يعني 63 وحده بالهاي مال هاي وحده فقط باللو صح اذا 63 في واحد على الكلوك تعطيك التايم لان ليش على الكلوك يا اخي الكلوك سيستم كلوك فريكوانسي اها اوكي اوكي لا سوري ثاني قصدت هنا في الكلوك المفروض يعني كان المفروض اكتب تي كلوك تي هاي تساوي 63 في تي كلوك على مود تعرف انه التي كلوك شو تساوي تساوي واحد على الكلوك تساوي واحد على يمن على الكلوك خلص زين ليش راسم هاي هيجي زهراء هي كونتينيوس نعم دكتور
نعم كاتبات مستمرة يعني راح يعيد منها شيء عيد يعني تكتبيني مثلا على بدي اعرف انت بدك تشتغل باتجاه صحيح مثلا continuous اكتب استاذ اشياء series of continuous او تكتبين هنا يعني هنا راح تبدي continuous تستمر continuous زين الكونتينيوتي مالتك من هنا ايش قد يكون الكاونتر نمبر مثلا واحد من واحد الى 64 زين هذا شلون مود 4 هذا سيجنال فالس فسيجنال فالس شنو معناها يعني مره واحده تصير اكو ينزل للو وها هي لا دقيقه مود 4 اوكي وان شو احنا قلنا وان شوت تريجر حسبناها بال 8255 قلنا لك استعمل 8255 جنريتنج للجي صح صح زين هاي البوينت هاي على حده زين بقى شغله الاخ بيها اللي هي شنو هنا دكتور هنا الكاونت ياخذ الهاي كله وضيف واحد للو ممتاز جدا اذا الكل الكاونت ياخذ المن هنا ياخذ للهاي وضيف واحد بعدين للو يعني 64 كاونت زادت سوري نفس في تي كلوك في شنو في تي كلوك اذا اضرب التايم مال الكلوك بال 64 ايش تعطيك التي هاي تي هاي زين اذا كان عندك الفريكونسي مال السيستم موجود تقدر تطلعها ولا نعم دكتور اذا كان الكلوك 1.193 ميجا هرتز تجي واحد على الكلوك في 64 شو تطلع تي هاي راح تطلع تي هاي التي لو شلون تطلع اهم نفس الشيء بس واحد على الكلوك 1.193 في واحد على مود يعني تكون فور سيف هو واحد واضح الطلاب هسه هذه زين اذا واحد من الطلاب رسم لي هنا هيجي نقاط ايش اقول عليه هذا الطالب ما يصير لانه هاي كونتينيوس هاي كونتينيوس انا اشكر تفاعلكم بالمحاضره وياي ولحد هاي البوينت ما عندي بعد فد شيء اضيفه عدا انه اكو اسئله اضافيه بامكانك يعني ان تناقشها وفد شيء حلو السؤال الاخير هذا تقدر تجادله يعني بينك وبين نفسك فسؤال لطيف ايضا بفد فكره امتحانيه حاول ان تقراها واتمنى لكم الموفقيه ان شاء الله راح اغلق